نبدأ مع حضراتكم أخبارنا النهارده. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد امبارح اجتماع استعرض خلاله الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني، ووجه سيادته بتعزيز الجهود الخاصة بتطوير قطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة ليه علشان يتكامل مع عملية التنمية الشاملة اللي بتحصل في كل قطاعات الدولة. كمان امبارح سيادة الرئيس استقبل تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. خلال اللقاء أكد سيادة الرئيس حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية لصالح تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر، وده في ضوء المبادرات الصحية المتنوعة على مستوى الدولة في إطار 100 مليون صحة، واللي بتهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المصريين وفق أعلى المعايير العالمية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أكد حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية لصالح تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر، وفي ضوء المبادرات الصحية المتنوعة على مستوى الدولة في إطار 100 مليون صحة، والتي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المصريين في المقام الأول وفق أعلى المعايير العالمية، خاصة مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة ووصولا إلى تطبيق التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات. كما ثمن السيد الرئيس دور منظمة الصحة العالمية والجهود التي قام بها السيد أدهانوم خلال جائحة كورونا، خاصة ما يتعلق بتوفير اللقاحات. من جانبه أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مشيدا بالجهود الوطنية المصرية في مجال الرعاية الصحية، خاصة المبادرات الرئاسية المختلفة تحت مظلة 100 مليون صحة، والتي ساهمت بشكل لافت في الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين المصريين، لسيما من خلال مكافحة الالتهاب الكبدي الفيروسي سي، فضلا عن مختلف المبادرات المتنوعة الأخرى مثل مبادرة إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، والمبادرات الخاصة بصحة الأطفال. ومؤكدا اهتمام منظمة الصحة العالمية بتعزيز التعاون مع مصر في هذا الإطار بما يمكن من الاستفادة من التجربة المصرية باعتبارها إحدى التجارب الرائدة على الصعيد الدولي. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول آفاق التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز مختلف جهود الدولة التي تم إطلاقها لدعم الصحة العامة في مصر، لسيما المبادرات الرئاسية ذات الصلة إلى جانب دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أكد السيد الرئيس أن الدولة مستمرة في تعميم هذه المنظومة لتوفير التغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين باعتبارها إحدى الأولويات الوطنية، وبما يساهم في تحقيق مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، واللواء يحيى زكريا إسماعيل رئيس شركة الصيانة بمصر للطيران. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني، وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتعزيز الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له ليتكامل مع عملية التنمية الشاملة في كافة القطاعات بالدولة من خلال اعتماد نهج للتطوير والتحديث يقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بما في ذلك الموقع الاستراتيجي لمصر. كما اطلع السيد الرئيس على الجهود الجارية لتطوير مطاري شرم الشيخ وسانت كاترين بمختلف مكوناتهما، خاصة المرافق الرئيسية وممرات الطائرات، وذلك استعدادا لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في القمة العالمية للمناخ نوفمبر المقبل بشرم الشيخ. وقد عرض الفريق محمد عباس حلمي في هذا الصدد الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني، كذلك الموقع التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، خاصة ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، فضلا عن تطوير وتحديث أسطول الطائرات بشركة مصر للطيران إلى جانب تطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية، كذلك المرافق والمنشآت الخدمية ذات الصلة بالقطاع. احنا عندنا خطة بالمناسبة لتطوير قطاع الطيران المدني
هتتكلف قد ايه خلال هذا العام؟ استثمارات حوالي 4,900,000,000 جنيه مصري استثمارات في هذا العام لقطاع الطيران المدني. عندنا قد ايه؟ عندنا حوالي 27 مطار. استغلينا فتره التوقف اللي حصلت السنتين اللي فاتوا بتاعت ازمه كورونا اللي كانت موجوده في العالم كله، استغلينا فتره التوقف دي وبدانا في تطوير المطارات، في تطوير البنيه التحتيه ونظم المعلومات وشبكات الربط وصالات الانتظار وصالات السفر وكل ما له علاقه في المطارات، الاصرافات، الاماكن الاستراحه اللي موجوده جوه في المطارات، كل ده كان في تطوير خلال الفتره اللي فاتت. الهدف من ده كله ايه؟ هو زياده القدره الاستيعابيه للمطارات وعدد الاشخاص اللي بتنقلهم المطارات. خلال هذا العام احنا رصدين ان احنا اساسا دلوقتي بنستقبل حوالي 27,000,000 راكب خلال السنه. هنخدم قد ايه؟ هنخدم 37,000,000 راكب، احنا بنتكلم في 10,000,000 راكب زياده. مطار شرم الشيخ تحديدا واللي كان بيتابع التطوير اللي بيحصل فيه سياده الرئيس زي ما تابعنا من خلال هذا التقرير، زودنا قدرته الاستيعابيه 2,000,000 وصل لوحده 9,500,000 راكب في العام. ففي تطوير شامل بتشملها المطارات المصريه بشكل عام. نقطه مهمه جدا ان احنا في التوقيت ده نكون بنزود استيعاب الموجودين او يعني اللي جايين لمصر، ضيوفنا في مصر علشان مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، لانه العالم كله من بعد كورونا كل شركات الطيران قللت العمالة. مصر للطيران ما حصلش فيها الكلام ده، والا ما كناش نبقى قادرين دلوقتي على اللي احنا بنعمله وعلى استقبال ضيوفنا اللي جايين الشهر الجاي باذن الله في مؤتمر المناخ. ودي نقطه مهمه جدا، في عز ما شركات طيران كتير قللت العماله عندها، ده ما حصلش في مصر للطيران، وكل اللي كانوا بيسافروا الفتره اللي فاتت كانوا عندهم ازمه في تذاكر الطيران علشان الرحلات بقت اقل لانه العماله بقت اقل، ده ما حصلش عندنا. خلينا نروح مع حضراتكم كمان لمساله اشاده منظمه الصحه العالميه بمصر، لانه امبارح كان في عقار اسمه نوفال، ده عقار لشلل الاطفال، ويمكن دي مش الاشاده الاولى من منظمه الصحه العالميه بمصر. شفنا قبل كده في كورونا، شفنا قبل كده في علاج فيروس سي، يعني شفنا اشادات مستمره من منظمه الصحه العالميه في نجاح المنظمه الصحيه الطبيه في مصر، يعني على عبور الازمات وكمان على القضاء على يمكن امراض كانت متوطنه بشكل كبير. نروح مع حضراتكم للخبر الثاني، وبمناسبه اليوم العالمي للفتاه اعربت السيده انصاري السيسي قرينه رئيس الجمهوريه عن كامل تقديرها واعتزازها بالفتيات ودورهم الاساسي في المجتمع، وقالت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: الفتيات يساهمن في بناء الوطن حاضره ومستقبله، وعلينا جميعا ان نعمل دائما لدعمهن وتاهيلهن ليكونوا ذخرا للوطن. طبعا في اليوم العالمي للفتاة ده، اليوم ده تم تخصيصه من قبل الأمم المتحدة في عام 2012، يعني بقالنا بالظبط 10 سنين بنحتفل بيه اليوم العالمي للفتاة لدعم الفتيات في العالم كله وتحديدا وبالأخص في الدول النامية للحصول على حقوقهم في المساواة، في التعليم، في الصحة، في كل القطاعات. بنحتفل وبندعم وبنفكر الحكومات وبنفكر المؤسسات بدعم المرأة بشكل عام ودعم الفتيات للحصول على حقوقهم في العمل وفي المساواة. السيدة إلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة أشادت وكتبت امبارح ان هي بتشيد بالمبادرات اللي عملتها مصر خلال الفترة اللي فاتت اللي بتدعم بيها الفتيات، زي مبادرة دوي ونورة، مبادرة دوي اللي أطلقتها اليونيسيف بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومبادرة نورة اللي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون أيضا مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لدعم المرأة، لدعم الفتاة المصرية. بيصل حجم الدعم في النهاية إلى أن هم بيدعموا 19,000,000 فتاة مصرية في مختلف الفئات العمرية. ده ليه؟ عشان المرأة وعشان الفتاة في مصر تحصل على حقها. واعتقد انه المشاريع كمان اللي اتعملت، المشروعات الصغيره والمتوسطه لتمكين ودعم المراه، ده فرق كتير. الاهتمام بصحه المراه في مبادرات صحيه لدعم صحه المراه والطفل، ده فرق كتير. فمزيد من الدعم بتحتاجه المراه دايما علشان تاخد حقوقها في المجتمع، علشان تكون قادره ماديا على انها تصرف على نفسها وتعول يمكن اسر كمان. وده مهم جدا وكان بيتعمل في مصر الفتره اللي فاتت، والحقيقه دايما هنفضل يعني نشيد بهذه التجارب لان بيبقى في منها كتير تجارب ناجحه، وبنشوفهم بيكرموا في عيد الام وغيره وغيره وغيره، فيعني محتاجين ده دايما. امبارح كان في مجموعه كبيره من الاحداث اللي حصلت، واللي منها توقعات البنك الدولي بتحقيق مصر اعلى معدل نمو بين اهم اقتصادات الشرق الاوسط، كمان
وكالة شينخوا الصينية أبرزت الحملة الترويجية اللي أطلقتها لجذب السياحة في الموسم الشتوي. أخبار تانية هنعرفها من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها التقرير اللي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حول توقعات البنك الدولي لتحقيق مصر أعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل نمو 4.8% سنة 2022-2023. التقرير أشار لتوقعات العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي واللي سجلت 6.7% لعام 2022-2023 في أكتوبر 2022، وده مقابل 7.3% في أبريل 2022. وجاءت توقعات عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 4.1% لعام 2022-2023 في أكتوبر 2022 مقابل 5% في أبريل 2022. امبارح برضو صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال عام 2022 رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي من التضخم والأزمة في أوكرانيا وتجديد السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة. كمان امبارح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء رصد تقرير الوكالة الدولية للطاقة واللي أكد على أن التعاون الدولي ضرورة ملحة لتسريع التحول للطاقة النظيفة وتسريع خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم. وأوضح التقرير أنه بدون تعاون دولي ممكن خطط التحول لصافي انبعاثات صفرية تحتاج لعقود لتحقيقها. امبارح أبرزت وكالة شينخوا الصينية للأنباء إعلان مصر إطلاق حملات ترويجية لمقاصدها السياحية خلال الموسم السياحي الشتوي 2022-2023 في عدد من الدول، وده لزيادة أعداد السياح. وذكرت الوكالة الصينية إن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أطلقت الأسبوع ده ولمدة 6 أسابيع حملة جديدة للترويج للمقصد السياحي المصري بعدد من الدول المستهدفة من بينها فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وده طبعاً في إطار حرص وزارة السياحة على جذب المزيد من الحركة السياحية الوفدة من هذه الأسواق خاصة خلال الموسم السياحي الشتوي. لما شفنا توقعات المعدل النمو الاقتصادي ان احنا هنصل ان شاء الله خلال هذا العام ل 6.6، ده يخلينا نرجع نشوف احنا كنا عاملين ازاي خلال السنوات اللي فاتت. 2018 العام المالي 2018-2019 كنا 5.6، السنه اللي بعديها اللي هي 2019-2020 كنا 3.6، 2020-2021 كنا 3.3. لما بنيجي نتكلم عن احنا وصلنا للثلاثات، ففي الوقت ده احنا كنا متفوقين على الصين، وكان في وقتها الولايات المتحده الامريكيه تنمو وغيرها من الدول الكبرى تنمو بالسالب. وصلنا لكام؟ احنا دلوقتي معدلات ان احنا نصل ل 6.6. في ظل ده على الجانب الاخر، لان ده بيتحقق ازاي؟ بنمو قطاعات عديده زي قطاع التشييد والبناء، قطاع الصناعه، قطاع التجاره، الزراعه، السياحه، وهنتكلم طبعا عن السياحه وتعليق وكاله شينخوا دلوقتي على الحمله الترويجيه لدعم السياحه. كل هذه القطاعات أصبح فيها نمو، النمو ده يخلينا على الجانب الآخر إن في معدل البطالة بينخفض، وده معناه إن في ناس بتشتغل، وده معناه كمان إن في إنتاج في البلد فبيرفع معدل النمو. الخبر برضو التاني هدير مرتبط بيه اللي هو تعليق وكالة شينخوا الصينية على الحملة الترويجية لدعم السياحة في الشتاء. إحنا مش بنستهدف في هذه الحملة السائح اللي بيجي 5-6 أيام ويمشي، لا، إحنا بنستهدف السائح اللي بيجي للإقامات الطويلة، اللي بيجي يقعد يشتغل وقادر إن هو يشتغل عن بعد خلال فترة الشتاء، لأن جو مصر معروف خلال الشتاء. الكلام ده بنستهدفه ازاي؟ بنروح فين؟ بنعمل ايه؟ على سبيل المثال الأندية، في استاد برايتون الإعلان بتاع الحملة الترويجية لمصر، أماكن سياحية موجودة ضمن الإعلانات اللي موجودة، وشفناها في مباراة توتنهام وبرايتون، والحملة دي مستمرة لحد 13 نوفمبر، بالإضافة لأن هي موجودة على أهم قناتين في المملكة المتحدة، قنوات رياضية بيتابعها الملايين من الناس. صحيح، أمر مهم جدا وإيجابي مسألة الترويج السياحي، وترويج إيجابي للمنتج المصري السياحي اللي بقى مختلف بشكل كبير. التجربة السياحية المصرية بقت مختلفة، فمهم جدا إن احنا يكون عندنا نوع من الترويج المختلف ليها في مختلف دول العالم، شيء مهم جدا وأمر إيجابي استمرار هذه الحملات. ومسألة كمان إن احنا بنغير الأسواق اللي احنا موجودين فيها، احنا بنتكلم عن أزمة طاقة
موجودة في أوروبا الشتاء القادم، فمسألة السياحة اللي ليها إقامات طويلة مسألة مهمة إنه إحنا نوجهها لمصر. فاستمرار الحملات دي وعامة مسألة إنه وزارة السياحة تخرج لدول برة تشترك في مؤتمرات سياحية لجذب عنصر مختلف من السياح، لجذب السياحة يمكن ما كانتش بتكون موجودة عندنا، ده شيء مهم جدا وإيجابي جدا لقطاع زي السياحة اللي اتأثر بشكل كبير بأزمة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، فأكيد محتاج هذه الحملات. نروح مع حضراتكم دلوقتي للمحافظات. النهارده هيكون معانا مجموعه من الاخبار في المحافظات. من الاخبار دي تنفيذ وتشغيل سوق حضاري في اسوان بتكلفه 4.5 مليون جنيه. ايضا الاعلان عن المشروعات الفائزه بالمبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه في الغربيه. غير تنفيذ 230 الف وصله مياه منزليه ضمن مبادره حياه كريمه في اسيوط. محافظات مصر شهدت أخبار وأحداث كتير امبارح، البداية من أسوان اللي تم فيها تنفيذ سوق حضاري بمركز نصر النوبة ضمن مشروعات وزارة التنمية المحلية، وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في وقت قياسي لم يتجاوز 3 شهور ونص بتكلفة إجمالية 4.5 مليون جنيه. في جنوب سيناء ناقش المحافظ اللواء خالد فودة مع الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة العروض الفنية اللي هتتقدم في شرم الشيخ على هامش قمة المناخ. في البحيرة قام الفريق الطبي بمستشفى حميات دمنهور بعمل جلسات لفصل البلازما لأول مرة بالمستشفى لمريض بيعاني من التهاب بالنخاع الشوكي وجذور الأعصاب. في أسيوط تبعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة الإجراءات التنفيذية اللي بتتم الأعمال التطوير الخاصة بتنفيذ 230 ألف وصلة منزلية ومد وتدعيم شبكات صرف صحي بتكلفة إجمالية 2.7 مليار جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة. في الإسكندرية أعلن الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التعليم بالمحافظة إن الإسكندرية تسلمت حصتها من أجهزة التابلت بواقع 40600 جهاز تابلت لبدء تسليمهم للطلاب في سنة أولى ثانوي. في الشرقية أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة استمرار عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إنه لحد دلوقتي تم فحص أكثر من 400 ألف طفل وده من خلال الأجهزة السمعية بالمبادرة الرئاسية. في الغربية تم استضافة المؤتمر الصحفي اللي أعلن عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المركز الثقافي بطنطا، وكان بحضور 3 محافظين هما الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الزراعة نجاح تجربة إنتاج طحالب الأوزولا كمشروع لشباب المزارعين. المشروع ده غير مكلف وليه عوائد اقتصادية ممتازة، وبتستخدم الأوزولا كبديل للأسمدة المعدنية وزيادة خصوبة التربة. في دمياط أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة انتظام تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين بمستشفيات دمياط على مدار الساعة، وقال إن المستشفيات قدمت خدماتها لأكثر من 341 ألف مواطن في شهر أغسطس. في الدقهلية افتتح الدكتور محمود المليجي القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة ساحة الشعب والمسرح المفتوح بحرم الجامعة.